الله جرى يا اخويا، هتفضل قاعد زعلان كده ولو خلقتك ومادت بوزك سبع تشبار قدامك، الحل ايه في كده؟ قولي لي انت الحل ايه يا جمالات؟ بقالنا تلات اربع ليالي المسرح فاضي، ولو اتمنى ربع ونبوس ايدينا وش في ظهر. طب ما جبتك واحده تانيه، ولا هو اللي خلقها ما خلقش غيرها، ولا اتعملت في قلب واتكسر القلب بعد ما اتولدت؟ الله، طب جربني انا. ما جربتك يا جمالات، جربتك والناس كانت ناقصه تزقلني بالطوب. طب ما جربني تاني. ليه؟ صوتك اتغير؟ ما صوتك هو هو. ومن الاخر كده انت ما بتعرفيش تهدي زي موسى. خلاص بلاش، خليني اعمل نمره الساحر. يا ست انا عليا الحرام من دراعي، ممكن اخليكي تعملي كل النمر، بس الزباين برضو عايزه رقص، مغنى، حاجه طريه يا جمالات طريه. ما انا برقص يا ولا، هو في حد يعرف يهز زيي؟ من الاخر يا جمالات الزباين عايزين نوسه. الله يحرق نوسه على ابو نوسه في ساعه واحده، ايه قولك؟ يا جمالات احنا بعد يومين مش هنلاقي فلوس عشان الماما عشان الاكل. يا جمالات انا بقعد بالثلاث ساعات انبح في صوتي، ما بيدخلوش غير ثلاث اربع زباين. بعد ما كانوا بيعرفوا ان النوسه موجوده يقفوا طوابير ويتمنوا عشان يدخلوا. يا جمالات البت دي لازم ترجعوا باي طريقه. خلاص يا اخويا، وريني هترجعها باني طريقه. وانا لا ياتي الا مقتول. يا باشمهندس. يا مقتول، مش المفروض تعدي على الباشا الكبير دلوقتي؟ انت مش شايفني شغال؟ بس انا عارف كويس قوي انك لازم تعدي عليه قبل ما ينزل. ما قالكش عايزني فين؟ الله اعلم. طب يلا. اهلا اهلا يا سياده المحافظ. الحمد لله. يا ترى في اخبار حلوه؟ لما نتقابل بقى وتسمع الاخبار يا حسين بيه، ساعتها انت اللي هتقدر تقول اذا كانت حلوه ولا مش ولا بد. الله يخليك يا حسين بيه. ها، تحب بقى تشرفني سعادتك امتى علشان نقعد ونتكلم؟ يعني سيادتك مش ناوي تشرفني وتكرر الزياره؟ غدا وعشا زي سعادتك وتؤمر. لا يعني تقدر تقول كده ان انا طماع شويه. ده قبل ما تشرفني انا تحت سعادتك. حاضر، لو حتى لو مشغول افضي نفسي اجي لك المكتب، مسافه الطريق هكون عند سعادتك. مع السلامه. المحافظ عايزني مش عارف ليه. انا جاهز عشان الانتخابات. المهم انت اخبارك ايه واخبار الشغل ايه؟ ان شاء الله على ورديت بالليل هكون خلصنا نص الطلبيه. كده يبقى الشغل ماشي مظبوط. وانت بقى اعصابك ارتاحت؟ يعني مش قوي. ليه؟ انت سافرت مخصوص عشان تريح اعصابك. انا كنت مسافر ادور على نوسه. مين نوسه دي؟ يا بابا ما حضرتك عارف مين نوسه وعارف هي بالنسبه لي ايه؟ اكيد منى قالت لحضرتك يعني. اه افتكرتها نوسه. نوسه. نوسه رقصت الموالد. ايوه يا بابا رقصت الموالد. لقيتها يا اخويا؟ للاسف ما لقيتهاش، بس انا مش هسكت، هقلب عليها مصر كلها. هتسيب شغلك وتقلب مصر عليها؟ ليه؟ هو اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ ما تقلقش يا بابا، انا هكلف ناس يدوروا عليها وان شاء الله الشغل مش هتعطل. شغل ايه وزبت ايه؟ يا ابني يا ابني انا طول عمري فخور بيك. بقول انا خلفت راجل، ربيت راجل. راجل بيخاف على مصلحة أبوه، على مصلحة شغله، على أخته اللي على وش جواز، تهدي ده كله علشان واحدة من الوسط ده. بس أنا بحبها وعتاب الجواز. بسرعة كده يا ابني، لازم تتحكم في عواطفها، لازم تدور على مصلحتك. الواحد مننا لما بيروح يتجوز واحدة من نفس الوسط بتاعه بيسأل عليها وعلى أهلها قبل ما يخطي خطوة زي دي. عشان كده بقى حضرتك فكرت لما قررت إنك تتجوز بقى؟ وهي مهدي حد يفكر علشان يتجوزها؟ يا ابني أي أب في الدنيا يتمنى لابنه إنه يتجوز بنت زي دي حتى لو ما كنتش بحبها؟ الحب ده مش مهم، الحب ده بيجي بعدين، لكن بنت زي دي ما تطيرهاش من إيدك. كل واحد وله تفكيره. طيب خلاص يا سيدي، أنا عايز بقى الأمور ليه؟ أنت مش بتقول إنك أنت ما لقيتش البنت دي؟ الناس دول سيعة كل يوم في حتة، وصعب جدا انك انت تلاقيها. على الله بقى تعيد تفكيرك في الوقت ده عشان تعرف قد ايه انت كنت غلطان. خدي عسلية اشرب. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ انا عارف اهو، ده اللي موجود في البتاع ده، عمر قال لي هيملاهولي لما يفضل. اللهم صل على النبي، شكلك يا بنتي يا نوسة كده هتتمرمغي في العز. طمنيني بقى قوليلي، اتفقتوا على ايه؟ هنفرح امتى؟ بعد يومين يا بنت هنتجوز. لو النبي. الف مبروك يا اختي، الف مبروك. عقبالك يا عسلية انت ومشمش.
يا اختي انا زهقت والله من الموضوع ده. تفتكري يا نوسه هيحصل ده؟ لو مش بناكل لقمتنا بالعافيه. ربنا يسهل يا عسليه، ما انا وعمر برضو مش هنسيبكم. ربنا يخليكم لينا وربنا يتمم لك بخير. لا قولي لي يا عسليه، عازمين غيرك انت ومشمش وابويا؟ هو انتوا ناويين تعملوا فرح؟ عمر قال لي بعدين، هنكتب دلوقتي عشان ما حدش يبقى له عندنا حاجه. يعني فرح على قد بعضينا كده؟ خلاص نجيب الفرقه بتاعتنا تفرح معانا، ونجيب اهم اتنين بقى في الفرقه، خربوش وجمالات. يا لهو يا نوسة ده هيتفرشوا. انا قلت كده برضه. اجيب لك واحده تانية تشربيها؟ لسه فيها. طب اجيب لك تاكلي عسلية؟ اكل. كاتك ايه عسلية؟ وحشان يا نوسة. انت تاني عاوز ايه؟ يكون عايز ايه يا حلتها؟ عايز الكبير. الكبير مش موجود يا فالح. امال فين يا بواب الغبر؟ انت بتتريق بقى يا اللي اسمك وشكلك كده كلهم مشاكل. انا اعرفك المشاكل اللي هتصح وعالجد. انا اقول له سعاده البي انت مش هتدخلني. يعني خلاص بقيت انت وسعاده البي صحاب؟ اكتر من صحاب. هو قال لي لو حد منعك هرفضه. انا ما منعتكش، انا قلت لك سعاده البي مش موجود، وبعدين ممكن تروح تشوفه في المصنع. المصنع؟ ماشي يا حلو. ان شاء الله الحزب بعد اسبوعين هيعلن عن الناس اللي مرشحهم، وبالحقيقه عبلاوي بياكد لي ان انا واحد منهم. افهم من كده حسين بيه انك وضبت امورك معاهم هناك؟ كل اللي طلبوه انا نفذته. عال قوي. شوف يا حسين بيه، بعد ما الحزب يعلن اسماء المرشحين، وان شاء الله طبعا انت هتكون واحد منهم، المحافظه هتبدا تعمل الدعايه الخاصه بيها لمرشحين الحزب، وتقدر تعتبر ان دي هتكون دعاية مجانا، بالرغم طبعا ان باقي المرشحين في الاحزاب التانية والمستقلين كمان لو فكروا يعملوا دعاية زي اللي هتعملها المحافظة ده هيكلفهم ملايين. بالحقيقة انا مش عارف اودي جمايلك فين يا شكري بيه. انت بتقول يا حسين بيه؟ احنا اخوات يا راجل. في الحقيقة بس انا كان ليا طلب كده ما تتصورش انا محرج اكلمك فيه قد ايه. ما هقول يا شكري بيه، انت لسه قايل ان احنا اخوات. طبعا اخوات يا حسين بيه، وفي الحقيقه الطلب ده كان هياكد الاخوه اكتر، وان شاء الله نبقى نسايب خير ان شاء الله. الحقيقه انا ما كنتش اعرف ان عندك بنت على وش جواز، ولما دعيتني بكرمك لبيتك وقعدت مع بنتك وشفت ولادك واتكلمت مع بنتك تحديدا، ما تتصورش اعجبت بيها قد ايه، وقلت هي دي العروسه المثاليه اللي ابني بيدور عليها. كبير ليا شكري بيه. بس في الحقيقه ما كنتش قادر افتحك في الموضوع دوت، يعني حسيت بحرج ان الوقت غير مناسب، وخصوصا ان حضرتك هتبقى مشغول بالانتخابات. دي حاجه ودي حاجه، وبعدين ما احنا ممكن نخلي الفرحه فرحتين. تحب نخليها رسمي امتى؟ ممكن ساعتك تديني فرصه اكلم العروسه واشرها ونحدد ميعاد ونخليهم يقابلوا بعض. في الحقيقه لازم يقعدوا مع بعض. تحب انت احسن ليه؟ انا هكلم منى بنتي، اخليها هي اللي تحدد الميعاد عشان ما يبقى لهاش حك. لا تقول انتوا فاجئتوني، اصل انا تعبانه، اصل الوقت مش مناسب، الكلام بقى اللي البنات بيقولوه في الظروف اللي زي دي. عموما انا فهمت انك كده عايز تاخد رايها في الموضوع ده، حقها. على العموم احنا ما نسبقش الاحداث، نخلي العريس والعروسه يقعدوا مع بعض ونشوف رايهم. ايه العبارة يا عصفور افندي؟ هو الباشا الكبير مش هيجي المكتب النهاردة ولا ايه؟ بعدين بقى خربوش، استنى بقى لما اشوف لك وصل ولا ما وصلش. روح يا تبوك. لا لسه. تبوك العامل، هقول لك قول له الكلمتين اللي انا قلتهم لك. لا ما ينفعش، انت لازم تقولهم له بنفسك. تبوك العامل ايه؟ انا افضل مربوط جنبك كده طول النهار. طب دقيقة واحدة بقى كده اطلبه على المحمول. طب ما كان من الاول يا جدع. استنى بس. من ابو كام ده؟ ده عهدة. الو. ايوه يا باشا، يا اهلا وسهلا، حضرتك في البيت ولا في المكتب؟ لا يا باشا، اصله الجدع اللي اسمه خربوش موجود معايا هنا. ايوه خربوش بتاع الفرقه بتاع البيت. ياه، قول له خربوش ما بهموش. ايوه هو عارف. ايوه يا باشا حاضر، من عينيا الاثنين. مع الف سلامه يا باشا. ها خير؟ خير ان شاء الله، كل خير. عرفت بقى ان هو عايزك تقول له الكلام اللي انت عاوزه؟
عايزني هنا ولا عايزني في البيت عنده؟ لا هو طلب مني حاجة مهمة قوي، الباش مهندس عمر أحجز عليه عشان عمر ما يشوفكش مع الباشا. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ بقول لك يا كبير اللي حصل، خدها من شغلها وقعدها في لوكاندا لوكس اللوكس، بقول لها اتجوزك. تعرف عنوان اللوكاندا دي واسمها ايه؟ اعتبر الكلام ده واضح. حصل ان شاء الله هجيب لك اسمها. انت هتنزل من هنا على المصنع تقابل الاستاذ عصفور. المصنع؟ لا بلاش المصنع علشان عمر ما يشوفكش هناك. السواق هياخدك هيوديك المكان اللي هتقابل فيه الاستاذ عصفور، هيدي لك موبايل عشان تتصل بيا، فاهم؟ الا فاهم يا كبير. ما تاخدنيش بس، الموبايل ده مش محتاج مصاريف. بمؤاخذه. طيب 400 جنيه يا عمر. اول ما تعرف معاك جوازهم تبقى تبلغني على طول. طب خليهم 500 عشان المعادي يبقى مظبوط. بمؤاخذه. اتفضل. امشي لسعادتك يا كبير، وأموري بعد اذن سعادتك.